عدلك هيجيلك في الوقت المناسب. قول يا رب يا رب. أنا جاي أعرض عليك الجواز. يا خرابي، أنا عايز كل ده يبقى في السر، وخصوصا على ذهبية، ويبقى كله بالحلال. بس اللي يفهم. مالك يا ذهبية؟ الدنيا مقفلة معايا أول يومين دول يا سلمى. ما تتجوزي يا سلمى. إيه؟ اخسى عليكي، كسرتي نفس الراجل وقهرتيه، خيبك. طب ما أنت خاسرة بخاطري وطالبة الطلاق. أقول لك؟ كلميني الأسئلة. حتى لو اتطلقنا أنا بتاع الحلال. الحلال رمضان يجمعنا على NBC مصر.